لقطات من المعارك الدائرة في محيط حلب قبل أيام، حيث يقول الجيش السوري إنه يقصف مواقع لمتطرفين إسلاميين، لكن فصائل من المعارضة المعتدلة قد تكون مستهدفة أيضاً، لكن يصعب التحقق من ذلك في ظل الوضع المعقد على الأرض. ورغم ذلك، فمن المؤكد أن الجيش السوري استعاد مواقع من المتطرفين مؤخراً، كما جرى في تدمر وقبلها في مدينة القريتين، لكن يصعب تصور إمكانية عقد انتخابات في مدن مدمرة كهذه. بفضل الدعم الأجنبي، استعاد نظام الأسد الكثير من الأراضي، وخاصة الضربات الروسية الجوية وكذلك الأمريكية في إطار التحالف. أما على الأرض فساعدته مجاميع مسلحة من إيران والعراق ولبنان وبلدان أخرى. تمكن نظام الأسد من جذب هذه البلدان لخدمة مصالحه وأن يلعب على خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، وهو يأمل الآن من خلال الانتخابات البرلمانية في الحصول على مزيد من الشرعية، رغم أنه من المستحيل ضمان إقامته بحرية ونزاهة في الظروف الحالية. في الانتخابات الأخيرة قبل 4 أعوام والتي عقدت أثناء الحرب الأهلية أيضاً، حقق حزب البعث الحاكم أغلبية واضحة، ويبدو أن ذلك سيتكرر هذه المرة أيضاً. ورغم غياب التأثير السياسي للبرلمان، فإنه يبقى واجهة شكلية لديمقراطية مزعومة.